يعني يعني كلام كلام حضرتك حضرتك يعني يعني كده كده انت زي ما زي ما بتكون بتكون بتدينا بتدينا زي زي رسالة رسالة تمويه، تمويه، رسالة توعية، خلينا نقول للناس للناس المعتبرة المعتبرة ان ان ممكن ممكن الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي ده ده يتم يتم الاعتماد الاعتماد عليه عليه اعتماد اعتماد كلي، كلي، وان وان في في يوم يوم من من الايام الايام يتم يتم يعني يعني عدم عدم الاعتماد الاعتماد على على الانسان الانسان والاعتماد والاعتماد بشكل بشكل كبير كبير جدا جدا على على الاي الاي اي اي في في تنفيذ تنفيذ المهام. المهام. انا انا شايف شايف من من وجهة وجهة نظر نظر واي واي كلامك كلامك طبعا، طبعا، احنا احنا في في بدايه بدايه في في نهايه نهايه السنه السنه اللي اللي فاتت فاتت كان كان في في مؤتمر مؤتمر لبي لبي ام ام اي اي هنا هنا في في الرياض الرياض كان كان بيتكلم بيتكلم عن عن البروجكت البروجكت مانجمنت مانجمنت براكتس براكتس بشكل بشكل عام، عام، وكان وكان في في جزئيه جزئيه كبيره كبيره جدا جدا بيتكلموا بيتكلموا فيها فيها عن عن الذكاء الذكاء الصناعي الصناعي وتطبيقات وتطبيقات الذكاء الذكاء الاصطناعي، الاصطناعي، وكانوا وكانوا بيتكلموا بيتكلموا في في حته حته مهمه مهمه جدا جدا للناس للناس اللي اللي هي هي بتظن بتظن ان ان في في يوم يوم من من الايام الايام الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هيمحي هيمحي وجود وجود بعض بعض الوظائف. الوظائف. وكان وكان التاكيد التاكيد في في المؤتمر المؤتمر دوت دوت تحديدا تحديدا على على ان ان الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي هيمحي هيمحي وجود وجود الناس الناس التي التي لا لا تتعامل تتعامل بالذكاء بالذكاء الاصطناعي الاصطناعي ولا ولا تعتمد تعتمد عليه عليه او او بتستخدمه بتستخدمه في في شغلها، شغلها، لكن لكن ده ده مش مش هيمحي هيمحي وجود وجود الانسان. الانسان. فده فده تاكيدا تاكيدا على على كلامك كلامك ان ان حتى حتى لو لو انا انا كبروجكت كبروجكت مانجر مانجر او او كراجل كراجل بشتغل بشتغل في في اداره اداره المشاريع المشاريع او او شغال شغال في في اي اي مجال مجال كان، كان، ايا ايا كان كان اعتمادي اعتمادي على على مدى مدى قدره قدره الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي في في تنفيذ تنفيذ المهام، المهام، لازم لازم كمان كمان استخدم استخدم الهيومن الهيومن فاكتور فاكتور او او العنصر العنصر البشري البشري في في الموضوع. الموضوع. لازم لازم ان ان انا انا اللي اللي اكون اكون بدير بدير الموضوع الموضوع وانا وانا اللي اللي بدير بدير المنظومه، المنظومه، واي واي مهام مهام بيتم بيتم تنفيذها تنفيذها من من خلال خلال تطبيقات تطبيقات الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي وادوات وادوات الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي تتم تتم تحت تحت اشراف اشراف الشخص، الشخص، لان لان في في الاخير الاخير هي هي في في الاخير الاخير اله. اله. ايا ايا كان كان انت انت علمتها علمتها ازاي ازاي او او ايا ايا كان كان انت انت روقتها روقتها ازاي ازاي في في شغلك، شغلك، هي هي في في الاخير الاخير مجرد مجرد اله اله بتشتغل بتشتغل واحد واحد زائد زائد واحد واحد تساوي تساوي اتنين، اتنين، ممكن ممكن يحصل يحصل فيها فيها مشاكل مشاكل خصوصا خصوصا في في الامور الامور اللي اللي فيها فيها ايموشن ايموشن او او فيها فيها امور امور عاطفيه عاطفيه او او فيها فيها امور امور يعني يعني حسيه حسيه اكتر. اكتر. فده فده تصديقا تصديقا لكلام لكلام حضرتك حضرتك ان ان الناس الناس اللي اللي بتخشى بتخشى ان ان الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي ممكن ممكن يمحي يمحي وجودهم وجودهم او او يمحي يمحي وظائف وظائف اللي اللي هم هم بيشتغلوا بيشتغلوا فيها، فيها، انا انا باكد باكد لحضرتك لحضرتك طبعا طبعا المفهوم المفهوم ده ده غير غير صحيح، صحيح، لان لان في في الاخير الاخير الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي مجرد مجرد اداه اداه بتساعد بتساعد مدير مدير المشروع، المشروع، بتساعد بتساعد الدكتور، الدكتور، بتساعد بتساعد المحاسب، المحاسب، بتساعد بتساعد المهندس، المهندس، بتساعد بتساعد المدرس المدرس في في تنفيذ تنفيذ المهام المهام بتاعته، بتاعته، ولازم ولازم هذه هذه المهام المهام او او لازم لازم هذه هذه الادوات الادوات تكون تكون تحت تحت اداره اداره واشراف واشراف ومسؤوليه ومسؤوليه مباشره مباشره من من الشخص الشخص اللي اللي بيشتغل بيشتغل وليس وليس اعتماد اعتماد كلي كلي على على ادوات ادوات الذكاء الذكاء الاصطناعي. الاصطناعي. خليني خليني يا يا استاذ استاذ عمر عمر ننتقل ننتقل الى الى جزئيه جزئيه ثانيه ثانيه برضو برضو في في هذا هذا الصدد الصدد ونشوف ونشوف ايه ايه هي هي اللي اللي بيسموها بيسموها البيست البيست براكتس براكتس او او افضل افضل الممارسات الممارسات اللي اللي المفروض المفروض تتم تتم او او المفروض المفروض تتنفذ تتنفذ علشان علشان اضمن اضمن ان ان انا انا فعلا فعلا بستخدم بستخدم هذه هذه الادوات الادوات بشكل بشكل سليم سليم وبشكل وبشكل ايثكس ايثكس يعني يعني يحاكي يحاكي موضوع موضوع اخلاقيات اخلاقيات المهنه المهنه زي زي ما ما بيقولوا. بيقولوا. ايه ايه اللي اللي المفروض المفروض ان ان انا انا اتبعه اتبعه انا انا وغيري وغيري وحضرتك وحضرتك والناس والناس اللي اللي موجودين موجودين معانا؟ معانا؟ ايه ايه الايثكس الايثكس في في موضوع موضوع استخدام استخدام ادوات ادوات الذكاء الذكاء الاصطناعي؟ الاصطناعي؟ هل هل الموضوع الموضوع ليه ليه اخلاقيات اخلاقيات ولا ولا الموضوع الموضوع مفتوح مفتوح واوبن واوبن وممكن وممكن اي اي حد حد يعمل يعمل اي اي حاجه حاجه بادوات بادوات الذكاء الذكاء الاصطناعي؟ الاصطناعي؟ طيب من تقريبا 4 ايام او 5 ايام في السعوديه اصدروا قرار خاص بموضوع الذكاء الاصطناعي باخلاقيات الذكاء الاصطناعي دوت، ان انا ما استخدمش الذكاء الاصطناعي من غير ما اقول ان انا مستخدم الذكاء الاصطناعي في الحته ديت. يعني لو انا مثلا بتكلم في اي كلام لازم اقول الحته دي تبع شات جي بي تي، ما ينفعش في كتاب مثلا او محاضره استعين بجزء من الذكاء الاصطناعي من غير ما اشير للموضوع ده. يعني لو بحث علمي اكتشفوا ان في جزء كبير ما حطيتش بين قوسين ان ده تبع الذكاء الاصطناعي هيكون في مشكله. طبعا خليني اقول لك بس على نقطه كده سريعه، اليوتيوب ناس كتيره بتقول ان هو بيقفل المحتوى بتاع الذكاء الاصطناعي، تمام، والكلام ده صحيح، لكن فعلا في قنوات كتيره كبيره اتقفلت بسبب الذكاء الاصطناعي. طب ازاي؟ هو ما اتقفلش بسبب الذكاء الاصطناعي، هو تم استخدام الذكاء الاصطناعي بما يتعارض مع الاخلاقيات فاتقفل. يعني واحد استخدم الذكاء الاصطناعي وخد صورة عمر من غير ما استأذن عمر وعمل بيه فيديو يسيء لعمر، فدي بلا شك بلا نقاش سواء ذكاء اصطناعي وغير ذكاء اصطناعي ده ضد الاخلاقيات وده لازم يتقفل. واحد مثلا عمل فيديو اتنشر اشاعة على حد فده برضه لازم يتقفل. حد نشر معلومات كاذبة خد كلام من الذكاء الاصطناعي وألف كلام وبدأ ان هو ينشر كلام غير صحيح فده بيعمل معاه مشكلة كبيرة. حد خد صوت حد من غير ما يستأذنه وبدأ ان هو يستغله، مثلا خد صوتي وبدا ان هو يشرح حاجات بصوت انا من غير ما يستاذني فدي بتقفل القنوات ان انا ما مشيتش على الاخلاقيات. كان المانيا من شهر تقريبا قالت يعني في زي حاجات هتقدم على الحكومه فيها، فيقول لك لو استخدمت الذكاء الاصطناعي لازم تقول لي انا سامح لك ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي، مش مانعك ان انت تستخدم الذكاء الاصطناعي لكن امنعك ان انت ما تقولش ان ده ذكاء اصطناعي، فلازم ان انت تقول الذكاء الاصطناعي.
كنت انا بدرس في احدى الجامعات، فكنت بقول للطلبه انا عايزكم تستخدموا الذكاء الاصطناعي، مش بقول لكم ما تستخدموش الذكاء الاصطناعي، انا نفسي تستخدم الذكاء الاصطناعي، تعال اعلمك الذكاء الاصطناعي تستخدمه ازاي، لكن مش معنى كده ان احنا هنغش، احنا معنى كده هنستخدمه وبعد كده نسال نفسنا ايه الاخطاء اللي موجوده. يعني عملنا شويه صور من الحضاره المصريه القديمه اللي هي عصر اسرات، وعملنا حاجات مثلا من العصر المملوكي، التراث ده يختلف ايه عن الحاجات الحقيقيه؟ ايه المشكله مثلا؟ ده هنا كان في مقرنصات ما كانتش موجوده في العصر دوت، ده الاعمده دي اعمده يونانيه مش اعمده مصريه، وهكذا. فهي الفكره كلها ان انت يعني لما تستخدم الذكاء الصناعي تقول لي ان انت استخدمت الذكاء الصناعي، ما تعملش ان انا هغش المدرس. يعني انا بدرس ذكاء صناعي لطلبه عندها 5 سنين او 6 سنين، تمام، بعمل كورسات كده بشرح لناس عندها 5 6 سنين ازاي يبرمجوا الذكاء الصناعي، ودي كانت مستحيل تحصل من كذا سنه. الذكاء الصناعي بدا مع الحرب العالميه الثانيه، بدا يعني من سنه 1944، دي بدايه الذكاء الصناعي. كانت في شفره المانيا بتعملها وتتغير كل يوم، فالامريكان بيفكوا الشفره دي في اسبوع، فلما بيفكوها تكون الشفره ادمت وتغيرت، فبداوا انهم يعملوا جهاز يفك الشفره دي. فكان ساعتها محدش بيقدر يفهم فكره مصطلح الذكاء الاصطناعي ده غير دكتور في هارفارد وحاجات كبيره قوي، دلوقتي بقى الطلبه ممكن انها تفهمه. فانا بقول له ايه؟ ما تستخدمش الذكاء الاصطناعي في ان هو يحل لك الواجب، استخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يشرح لك السؤال ويشرح لك الاجابه، تمام؟ لو انا خليته خدته كده الاجابه وقلت له جاوب وجاوب عليها وانا اديتها للمدرس من غير ما افهم، خلاص المدرس لو سالني سؤال هكتشف ان انا حد غششني او ان انا ما التزمش بالحاجات. لا، انا ممكن اقول له انا جاوبت صحح الاجابه، طب ايه الاجابه؟ طب ايه صح بتاعها؟ طب وجد لي غلطات. في برامج كده معموله للاطفال مثلا في اي كيدز وحاجات زي كده، بتصور انت الدرس وتقول له اسالني اسئله يتاكد ان هو جاوب. يعني انا رفعت له مثلا البوستر اللي حضرتك عامله، قول لي اسم المحاضره مين؟ طب اسم المهندس وليد ايه الوظيفه بتاعته؟ طب اللقاء ده امتى؟ هو يبدا يديني اسئله فانا اجاوب عليها، فاتاكد ان انا فهمت الدرس او البوستر اللي موجود.